قلت مع ضيقتي وين الكلام اللي راح قد ما تصدقتي صح نحن هكر انا وياك يا لص ايه قالت شهد عاد ايه طبعا شهد كبري وباقي لها 5 شهور عشان تدخل العمر الثاني اذا تبون اقول لكم عمري بطلع اخر فيديو عمري ولكن حطوا لايكات بهذا الفيديو عشان اطلع لكم عمري نكمل طبعا هي طبعا كانت ايش كنت اقول بسم الله تعال بارك لا مو تعالوا لا خلاص بكملها هي طبعا شهد تعرف كنا دائما ندخل مع بعض ونسوي هاكر وزي كذا نعرف اشياء الهاكر ونعرف شلون نطير ونعرف زي كذا ولكن احنا ما نعرف وهي كنت بتدرس بدورة هاكر ولكن امي ما وافقت لانه كانت دورة هاكر كانت غالية جدا نكمل فهي كانت تحب انها تكون هاكر معايا فقلت تواني هاكر وهكرناهم بالفعل